الايجار اللي هو هنا بقى سالاريز اكسبنس، رنت اكسبنس، يوتيليتي اكسبنس، ضرايب اكسبنس، فوائد اكسبنس، اي بقى مصروفات انا ايه انفقتها عشان في عمليه اكتساب الايه اكتساب الايراد ده المصروف. طيب إيه قلنا ايه هو الريفينيو؟ هو كان في الريفينيو ايه هو بقى الريفينيو ده اللي بيجي لي من البيزنس اكتيفيتيز، المين بزنس اكتيفيتيز. يعني شوف انا بشغل يا دكتور معلش لو سمحتي، بس الصوت الميتنج فصل، فمعظم الناس حتى خرجت. هستاذنك بس لو تعيدي شويه، الحته دي مهمه معلش، طيب هو تعيديها بس زي اخر قلنا. 5 دقائق فاتت معلش. طيب هنا قلنا الاكسبنس، الاكسبنس ده هو مقسمه ان ممكن المصروف ده اعتبر حاجتين مصروف. يعني لو انا عندي اسيت استخدمه وحصل له اهلاك من استخدامه في النشاط، فبعتبر الجزء اللي بيقل من قيمه الاسيت هو المصروف بتاع هذا الايراد، يعني مصروف الايراد اللي بيجي من الاسيت لما استخدمته. انا اكيد لما استخدمت الاسيت هيجيب لي ايرادات، هيتحول للانتاج، فالانتاج هيباع، فالمبيعات هي الايرادات. فانا هعتبر ان الجزء اللي بيقل من قيمه الاسيت هو ده مصروف هذا الايراد، عشان ما فيش في الدنيا ايراد بيجي لوحده، فلازم يبقى في ماتشنج، لازم يبقى في ماتش ما بين الريفنيو والاكسبنس. عندي مبدا من مبادئ المحاسبه مهم جدا برضو اسمه الماتشنج، ده هنشوفه كتير، ده اسمه الماتشنج برينسيبل. ايه الماتشنج برينسيبل ده؟ اللي هو مبدا المقابله. ايه الماتشنج برينسيبل؟ هو مبدا المقابله. مقابله ايه؟ مقابله الايرادات بالمصروفات. ان الريفنيو والاكسبنس لازم يبقى بينهم ماتشنج. يعني ايه ماتشنج؟ ان ما فيش ايراد ملوش مصروف. فهو ده اللي هنا بقى، هو بيقول المصروفات لازم، لو انا استهلكت اسيت وقيمته حصل له اهلاك، يبقى ده يعتبر مصروف الايراد، او اي خدمات انا دفعت منها من الغير. يعني الموظفين اشتغلوا فدفعت مرتبات، طب ما انا خدت خدمه الشغل بتاعتهم. الرنت اكسبنس ان انا خدت خدمه المنفعه بتاعت المكان اللي انا بمارس فيه النشاط. اليوتيليتيز اكسبنس المنفعه بتاعت التليفونات والكهرباء والاضاءه الى اخره. الضرايب مصروف الضرايب، ما هو المصروف ده مقابل الايرادات اللي انا اكتسبتها الى اخره. ده بالنسبه للايه. طيب دلوقتي احنا عندي ايه؟ عندي المعادله المحاسبيه الكامله دي. هنلعب لعبه انا وانت دلوقتي مع بعض ممكن نختم بيها. عندي اسيت ولايبيلتي واونر ايكوتي. طيب المعادله المحاسبيه دي اللي هي الكامله بقى، اللي احنا قلنا دي اللي هي فين الكامله اهي، اللي هي دي الكامله اهي، دي الاكستندد. طيب انا اي حاجه بتحصل في النشاط بتتسجل في مكانها الصحيح دول، حاجه من تحت دول، ولازم تكون المعادله المحاسبيه حاجه توازن. شايف على الايكوال دي؟ يعني لازم الجنب ده اي عمليه بسجلها يبقى في حاجه هنا حصلت وحاجه هنا حصلت، والايكويشن دي تظل في حاله توازن طول الوقت، والا الحسابات بتاعتي هيبقى فيها فروق في الاخر ومش هتظبط. فانا عندي الاسيتس لايبيلتي اونر ايكوتي، وخلي بالك ان الثلاث دول انا حاطه الاشاره بتاعتهم حسب هم بيعملوا ايه في الكابيتال. المعادله المحاسبيه هي دي بس الاولانيه دي. الثلاثه دول اللي هو الدروينج والريفينيو والاكسبنس دول بيأثروا في ده، دول اللي بيأثروا في ده اللي هو الاونر ايكوتي. طيب اي بزنس في الدنيا عليه التزامين، بفكرك اخر مره، عندي اسيت ولايبيلتي، بشغل الاسيت عشان البزنس عليه التزامين ان هو يسدد اللايبيلتيز ويحقق بروفيت للايه للاونر. طيب اخر حاجه الكاش اللي هو النقديه اللي بيسموه حساب الصندوق اللي هو الفلوس، ده يعتبر اسيت، ده يعتبر اسيت. ما جيش بقى اي ترانزاكشن تحصل تقول لي عشان هي فيها فلوس تقول لي هي فلوس، هي كاش، الكاش اسيت. طب ما هو كل اللي قدامك ده كله، بص كل اللي قدامك ده كله احنا قلنا ان احنا مش عندنا حاجه اسمها المونيتري يونت اسامبشن، يعني انا ما بسجلش حاجه غير تترجم لفلوس. فلما اجي اقول لك مثلا احنا الاونر سحب 1000 جنيه اسجلها فين؟ الاونر سحب 1000 جنيه كاش، يبقى ايه اللي حصل في الايكويشن دي؟ هل في حاجه لايبيلتيز اتحصلت؟ رد عليا، في حاجه احنا استلفنا حاجه؟ لا. هل في فلوس جات لنا من عند الكاستمر؟ لا. هل احنا صرفنا حاجه على النشاط؟ لا. طيب ايه اللي اتاثر في الايكويشن؟ طيب ما هو يبقى هتسجلها تحت الدروينج. طيب ما هو سحب فلوس، يبقى والفلوس دي تعتبر ايه؟ اسيت.
يبقى اسيت. الاسيت قل، يبقى الاسيت قل، ويبقى هحط هنا وهنا، يبقى الاسيت قل اللي هو الكاش 1000 مثلا، لو سحب 1000 وهحطها هنا دروينج. طب جيت قلت لك استلفنا 1000 من البنك، رحنا استلفنا 1000 من البنك، اسجلها فين؟ كاش. استلفنا 1000 liabilities، ما liabilities بس. طب ما هو ال1000 دول مش دخلوا الخزنه عندك كاش، يبقى الاسيت والليابيليتي زادت. فلازم احطها، ما هو انت استلفت 1000 يبقى عليك التزام 1000. طب ال1000 اللي انت خدتها دي زودت ايه؟ هتسجل مرتين، مره في الاسيت ومره في مره في الليابيليتي. طب انا جيت قلت لك 1000، طب انا جيت قلت لك 1000 خدناهم من الكاستمر، عملنا له سيرفيس وخدناهم من الكاستمر، ريفينيو بروفيت. طب وال1000 اللي انت خدتها في الاسيت ايه؟ يبقى هتتسجل، يبقى انت هتحط تحت الاسيت ومصدرها جاي منين؟ من الريفينيو. طب اللي استلفناها تحت الاسيت ومصدرها لايبيلتيز. طب لو الاونر، لو الاونر هو اللي جاب 1000، عمل اديشنال انفستمنت ب 1000، يبقى الاسيت هيزيد والاونر كابيتال هيزيد. طب لو ال1000 دي احنا صرفناها على المصاريف اكسبنسز، دفعناها ايجار، ها يبقى هتتسجل تحت المصاريف. طب واللي دفعناه ده مش قلل الاسيت، يبقى 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 اي، يبقى هو ده عايز يقول لك بقى ان اي معامله محاسبيه ليها طرفين، دي بنسميها، ابص هنا، ليها دول افكت. يعني ايتش ترانزاكشن، اي معامله حصلت بتاثر في حتتين في المعادله المحاسبيه، دول افكت مزدوج، بيسموها التاثير مزدوج، اللي بعد شويه هيقول لك القيد المزدوج في المعادله المحاسبيه. طيب اي معادله، اي معامله، يعني ايه كلمه ترانزاكشن؟ وتحديدا اسمها فاينانشال، فاينانشال ترانزاكشن، يعني معامله ماليه. عشان تتسجل يبقى لازم تكون ماليه، ليها تترجم لفلوس. الترانزاكشن دي هي عباره عن حدث ايكونوميك ايفنت بيسجله المحاسبين لو هو ليه تاثير مالي. طيب المعاملة دي أو الصفقة، بيسموها صفقة، الصفقة المالية أو المعاملة المالية، financial transaction، ممكن تكون external أو internal. إمتى؟ external لو تمت ما بين الشركة وطرف خارجي، external. internal لو تمت ما بين الشركة وطرف داخلي. تاني، in external الشركة وحد بره، يعني مثلا الشركة دفعت الإيجار أو الشركة خدت كارد من البنك، دي معاملة مالية خارجية، external transaction. طب لو internal الشركة سدد دفعت مرتبات الموظفين، يبقى ده internal transaction، يعني ما بين الشركة وطرف خارجي أو الشركة وطرف داخلي. طيب اللي كنت قايلة لك عليها، not all activities أو not all event represent transaction، التانية دي مش كل حاجة هتتسجل، مش كل الأحداث أو مش كل الأنشطة الactivities أو مش كل الإيفنت هيرقى إن هو يبقى transaction، معاملة مالية. زي مثلا هديك مثال لطيف، زي مثلا الشركة عملت مقابلة للموظفين، يعني عملت انترفيو، عايزة تعين كده كم حد جديد، فعملت لهم اليوم النهاردة كان يوم المقابلات الانترفيوز، واتقابلنا مع حد واتفقنا معاه نعينه، واتفقنا هنديله مثلا 5000 جنيه في الشهر. ده حدث، ده ايفنت، هل ده بنسجله؟ يعني يوم الحدث ده ان انا قابلتك وعملت معاك مقابلة واتفقت معاك ان انا وقلت لك هديك 5000، هل ده بقى النهارده بسجل ده حدث؟ يعني في بروح اسجل في الحسابات الكلام ده في كفاينانشال ترانزاكشن؟ لا. ليه لا؟ لان انا النهارده ما حصلش حاجه، انا لا دفعت لك فلوس ولا انت عايز مني فلوس، انت ما اشتغلتش اصلا لسه. فده بنسميه ايفنت، انا قابلتك وده حدث حصل، لكن لا يرقى ان انا اسجله. ليه؟ لان انا ما طلعتش فلوس اديتها لك مثلا، او انت مالكش عندي حاجه دلوقتي. امتى بقى ده يتسجل؟ اخر الشهر، لما انت تكون قعدت واشتغلت، لو انا قبضتك هيتسجل. طب انا لو ما قبضتكش، معيش اقبضك، متاخر عليك في القبض، هسجلها برضو. ليه؟ لان انا في الحاله الاولانيه لو انا قبضتك اهو، يبقى دي فاينانشال ترانزاكشن، الفلوس اهو اكسبنس وكاش قل، لازم اسجلها. طب انا لو ما قبضتكش، انت اشتغلت وليك اكسبنس، بس ما انا معيش عليا لايبيلتي، هنا ده يتسجل. لكن يوم المقابله لا دفعت لك انا حاجه، ولا انت لسه اشتغلت عشان يبقى ليك عندي حاجه، ده يبقى هنا مش كل الاكتيفيتيز بنسجلها. طيب هنا المعيار ايه؟ اهو هنا بيحكي لي بقى، ادي ايفنت حصل، زي مثلا جيت قلت لك احنا اشترينا من السبلايرز على الحساب، يعني سبلايرز ار بيرشيزد اون اكاونت، انا رحت اشتريت شويه بضاعه من السبلايرز
وما دفعت لهمش الفلوس، خدت البضاعة وما دفعتش. طيب ده يتسجل ولا ما يتسجلش؟ يتسجل. يتسجل. إيه المعيار؟ إيه الكرايتيريا اللي بقى على أساسه بقول يتسجل ريكورد أو نوت ريكوردد؟ حسب أثر على إيه في المعادلة المحاسبية؟ الوضع المالي إيه؟ The financial position اتغير بتاع الشركة، تأثر يعني asset liability، حاجة في حاجة تأثرت. آه احسب معايا كده. أنا اشتريت بضاعة من سبلاير وما دفعتلوش، مش البضاعة دي مش أنا خدتها وديتها في الشركة؟ طب أنا لما خدت السبلايز دي ولا خدت البضاعة دي، مش ده زود الاسيتس؟ يبقى كده عندي اسيتس، رحت اشتريت بضاعه يبقى البضاعه زادت، اسيتس زاد. طب وانا ما دفعتش يبقى لايبيلتي، يبقى بقى في التزام عليا. يبقى في المثال الاولاني ده اثر على ايه في المعادله؟ ان في اسيت زاد ولايبيلتي زادت. طيب الثانيه دي انا عينت موظف ولا نوت ريكورد، مش هسجلها. ليه مش هسجلها؟ لان انا عينته لسه، انا متفق معاه بس، لكن انا لسه هو لا اشتغل ولا انا قبضت حاجه، فلا أسد تتأثر ولا لايبلتي تأثرت ولا أونر إيكو تجرى لها حاجة، واخد بالك؟ فدي ده إيفنت نوت ريكورد. طيب الأونر ويزدرو، الراجل سحب الأونر، خد فتح الخزنة، خد كاش لأغراض شخصية for personal use، دي تتسجل ولا ما تتسجلش؟ تتسجل. ليه تتسجل؟ لأن هو لما فتح الخزنة خد فلوس، والفلوس دي أسد، فيبقى كده الأسد قلت. طيب اسجلها في اثرت على ايه تاني؟ ان الاونر ايكوتي هو لما بيسحب بقى كده من النشاط، يبقى حق ملكيته في النشاط ده بيقل، يبقى الاسيت هيقل والاونر ايكوتي هيقل، يبقى دي تتسجل. فده تمام. لو سمحتي بعد اذن حضرتك، بالنسبه للاسيتس دايما كان يعني الشائع على الاسيتس دايما اللي هي الثوابت بتاعه الشركه، يعني مثلا بيقولوا الكمبيوترات اللي موجوده، المكن، المباني، الكلام ده. فكده طبعا. المعنى اللي حضرتك شرحتيه بقى اوسع بقى كده، ان الاسيتس دي ممكن تبقى فلوس اصلا، ممكن تبقى راس مال. هي الاسيت فلوس، ما هو الاسيت هو الكاش، ما هو الكاش ده واحد اسيت. يعني كل اللي انت قلتهم دي او اللي انت قلتهم دول امثله من الاسيت معاه. ما هو الاسيت دي كذا حاجه، ما هو الاسيت انت الاصول دي كلمه الاصول او الممتلكات، تحتها بقى كذا حاجه، كل ما يمتلكه النشاط يعني. يعني الكاش، الفلوس اللي في الخزنه، السيوله اللي موجوده عنده، العملات الاجنبيه اللي في، لو معاه عملات اجنبيه مثلا، عنده اراضي، مباني، عنده معدات، عنده اجهزه، عنده زي ما انت قلت بقى عربيات، عند كل ده اسيتس. ماشي يا فندم، بس هو انا المفهوم يعني او المفهوم الخاطئ بقى اللي عند الواحد الاول اللي هي اصلا ما درستش محاسبه قبل كده خالص، يعني الكلام حضرتك بتشهده انا اول مره اسمعه حضرتك. بس انا طبعا لما بسال سؤال ولا حاجه بيكون بواقع البيزنس اللي انا اشتغلت فيه. المهم فانا بقول لحضرتك دلوقتي ان كان دايما الاسس بنطلقها دايما على اي حاجه ثابته، يعني مش الفلوس دي كان لها اسم تاني، انا مش فاكر صعب بيسموها ايه، بس كان كل الثوابت زي ما كان كمبيوتر زي ما قلت لحضرتك كده، اراضي زي ما حضرتك، مباني، دي تبقى اسمها اسس. فكده الاسس دي معناها اوسع. ما هو الاسس دي بعد كده هنصنفها ليها تقسيمه شيك جواها، ان فيكس اسيتس وكرنت اسيتس. ففي اصول ثابته وفي اصول متداوله جاريه اللي هي الفلوس بقى او الكاش، الحاجات بقى اللي هي السايله دي هتيجي ليتر يعني ان شاء الله هنصنفهم بقى. زي برضو الالتزامات، يعني الالتزامات دي اللي هي اللايبيلتيز، شويه كده هنقول ان في حاجات كرنت وفي حاجات نون كرنت، يعني شورت ولونج. يعني الالتزامات بتاعتك دي، في التزامات صرت الاجل، يعني التزامات استحقاقها قريب، وفي التزامات استحقاقها لسه بعد شويه كتير، واخد بالك؟ فتحت الالتزامات شيك بقى كده، نروح مصنفين ده كارنت وده نون كارنت، يعني جاري وغير جاري، يعني قريب ومش قريب هيدفع. الاصول مش كل الاصول طبيعتها واحده، يعني ما تقولش ان الاصول مثلا اللي هي ايه، الاراضي والمباني والمعدات طبيعتهم زي مثلا الفلوس، والفلوس اللي لينا عند الناس والبضاعه، كل ده اسيت، بس دول طبيعتهم مختلفه عن دول. دي حاجات ثابته فيكسد، ودي حاجات دي بيحصل لها اهلاك، ودول ودي اسيت ثانيه بس ما بيحصلوش اهلاك. فاحنا بنقسمهم تقسيمه شيك كده جوه بقى الاسيت بعد كده. طيب ده مثال، ده اللي هنختم بيه. هنلعب انا وانت لعبه بقى دلوقتي، صاحب بزنس، وطبعا احنا هندي مثال لشركه فرديه. هنا بولا دي كينج، ده شركه واحده ولا واحد، ده عنده نشاط، وهنا ده صيدلي اهو، فده سول بروبريتور شيب، ونشاط خدمي. وبعدين هو بدأ في فبراير 2008. المطلوب مني ايه بقى؟ ده اورجانيزد از سول بروبريتور شيب، وهو هو صاحب النشاط ده،
اللي هو بولا ده صاحب النشاط، جايب محاسب، جايب اكاونتنت. مين المحاسب اللي هو جايبه؟ اسمه جونز. فجونز ده هو المحاسب اللي بيسجل النشاط ده في الحسابات بتاعته في الدفاتر. طبعا جونز لما بيسجل ما بيسجلش بقى كينج، هو بيسجل الانشطه بتاعه النشاط بس. طيب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ recorded this receipt as an increase in cash and revenue ولا this treatment is appropriate. هو هنا بيسألني سؤال بيقول لك الراجل صاحب النشاط ده عمل استثمار ب 10,000 زياده، هي دي واحده in her business، فجابت زياده عن المبلغ اللي هي الانيشال انفستمنت اللي كانت جابت 10,000 كمان زياده. ال 10,000 الزياده دول المحاسب يسجلهم ايه في الدفاتر؟ وجايبهم كاش، جايبهم فلوس. ده يأثر ايه في المعادله؟ يعني انا عندي دلوقتي المعادله دي، المعادله اللي قدام الاسيت لايبيليتي كابيتال، هي الست دي جابت اديشنال انفستمنت 10,000 يتسجلوا فين؟ فين ها؟ في الريفينيو والاسيتس. لا مش ريفينيو هتزيد والاونرز ايكويتي هتزيد. الاونر ايكويتي هيزيد اللي هي ال1000 والاسيتس اللي جابتهم، وهي جايباهم في شكل كاش، يبقى الكاش ده الاسيت، يبقى هنحط تحت الاسيت وتحت الاونر ايكويتي. اللي قالت ريفينيو الاستاذه اللي قالت ريفينيو ده لما يكون ال10000 جايين من الكاستمر. صحيح صحيح برضو ده هيزود الاونر ايكويتي، زود مبيعات او حاجه زي كده يعني. ده لو الكاستمر هو اللي جايبهم. صحيح خلي بالك، صحيح ان الريفينيو والاديشنال انفستمنت بيزودوا الاونر ايكويتي، بس الصح ان انا مش هسجلهم ريفينيو لان مش كاستمر هو اللي مديهم لي، ده انا جايب ده عن طريق المالك عن طريق الاونر، يبقى اسمهم اديشنال انفستمنت. طيب هو بيقول لك انت لقطتي بقى في البتاع غلط، انت لقطتي هنا ان هو كاتب كاش اند ريفينيو. هو بيقول لك المحاسب سجلهم كاش وريفينيو، ده صح؟ لا. وليه لا؟ هو بيقول لك انت لقطتي هنا ان هو كاتب كاش اند ريفينيو، لا هو كاش اند اونر ايكويتي الاديشنال انفستمنت مش ريفينيو. ليه مش ريفينيو؟ واي نوت؟ لان دول جايبهم الاونر مش الكاستمر. ريفينيو ده لما يكون الكاستمر انا اشتغلت له فاداني جاب لي ده. طيب ايه اللي انا هيبقى قدامي المعادله المحاسبيه، سيادتك هتعمل ايه؟ هتكتب المعادله دلوقتي عشان احنا في الاخر هنوصل للشكل اللي هو الجدول اللي في الاخر. هنعمل 10 ترانزاكشن، 9 هم 9، هنعمل 9 وفي الاخر هنعمل هنوصل للشكل ده، الجدول ده. الجدول ده شايف التسعة دول اهو، احنا هنوصل للايه؟ للجدول ده. طيب المعادله دي هنحط الاسيت، شايف كلمه اسيت اهي، ادي الاسيت اهو، وهنحط ايكوال يساوي اهي ولايبيليتي وايكوتي، دي المعادله المحاسبيه. وهقول لك دلوقتي كل ترانزاكشن هتقول لي هتتسجل فين، بس قبل ما نخلص واحده وننقل للثانيه للثالثه للرابعه للخامسه للتاسعه لازم تتاكد في كل واحده ان في بالانس. يعني ايه بالانس؟ ان المعادله المحاسبيه موزونه، ان الجنبين ان اللي انت سجلته ده ليه تاثير مزدوج، ليه دول افكت، والمعادله مظبوطه. نبدا كده هنلعب بقى. ده هنا ده صاحب محل تصليح، انا قلت لك بيقدم خدمه للشخص يمتلك نشاط، ده بيقدم خدمه. هنعمل تابولار اناليسز. يعني ايه تابولار اناليسز؟ يعني جدول هنحط المعادله ونسجل الترانزاكشن اللي حصلت في المعادله ونشوف تاثيرها واحده واحده. اول ترانزاكشن هنسجلها بيقول لك ان بارون ده عمل نشاط وفتح بيزنس كده سماه هي اسمها نانسي، سوري شايفه يا نانسي. نانسي دي بقى ده الاونر، هي فتحت المحل سمته بارون ريبير شوب، سمته بارون ريبير شوب. يبقى اي عمليه هتحصل مش هيقول لك نانسي، هيقول لك بارون شوب صرف اكسبنسز، بارون مش عارفه ريبير جاله ريفينيو، بارون عليه لايبيليتيز التزامات، عليه ليه اسيتس. طيب اول حاجه المعادله اهي، قال لك هي اللي هي الاونر انفستد 10,000 كاش عشان تبدا البيزنس. يبقى اول واحده دي ده الانفستمنت، ده الاستثمار ده يتسجل فين في المعادله؟ اولا هي دفع جابت الانفستمنت كله ان ذا فورم اوف كاش، جابته كله فلوس. طب الفلوس دي تعتبر ايه؟ اسيت ولا لايبيليتي ولا راس مال؟ ده هنا تعتبر ايه الفلوس دي؟ مثال لمين؟ من الاسيت. فهتيجي تحت اسيت هتحط ان الكاش زاد بكام، كتبت تحت الكاش ان الكاش زاد ب 10,000. طيب تحت الكابيتال
ما هو لازم المعادله جابتهم منين؟ طب الاسيت زاد منين؟ هل عن طريق اللايبيلتيز ولا عن طريق الايكوتي؟ هي ما استلفناهمش عن طريق الايكوتي. طب الايكوتي ده جاي اديشنال انفستمنت او انفستمنت من الاونر، يبقى هنا المعادله هنا يبقى اللي هيقرا هيفهم ايه بقى. حتى لو انا الجزء ده مخفي، الجزء اللي انا علمت عليه ده لو انا مش شايفاه، انا قدامي بس اللي اتسجل ده الرقمين دول، انا كده هفهم ان الكاس زاد اللي هو اسيت عن طريق مين؟ لايبيلتي ولا ايكوتي اونر؟ عن طريق بس كده خلاص سجلت. طب افرض انها ما جابتش ال 10,000 بقى كلهم كاش، شايف دي؟ افرض انها جابت 5 كاش وخمسة بيلدينج مثلا، او خمسة كاش وخمسة واثنين بيلدينج، 2000 بيلدينج وثلاثة اكويبمنت، يعني هي ما حطتش كل الانفستمنت في شكل كاش، جابت المبلغ جزء منه رأس المال ده، جابت جزء منه في شكل فلوس وجزء منه في شكل اصول بقى تانية، اراضي مدينة. لا بس ما جيش بقى احط المبلغ كله كاش، افنطهم بقى. يعني هي لو مثلا كاش واكويبمنت وبيلدينج، كل دول هيكتبوا تحت الاسد بس كل واحد لوحده، يعني الفلوس تبقى 5,000 بس، واحط هنا بند تاني اسمه لاند، احط بند تاني اسمه اكويبمنت، وافنط تحتيهم اللي هي جابتهم، وما احطهم لان لو كتبتهم كلهم كاش، هم مش كلهم كاش، اللي هيعد الخزنه ورايا مش هيلاقي المبلغ ده في الكاش، يبقى انا اكتبهم جزء كاش لكن هم هيكتبوا هنا كلهم زي ما هم هنا تحت الايكوتي، تحت الكابيتال، تحت راس المال هيتكتبوا المبلغ بالكامل الاجمالي، لكن تحت الاصول هيتفنطوا، تحت الاسيتس هيتفنطوا جزء كاش وجزء اكويبمنت وجزء مش عارفه بيلدينج حسب اللي هو هيدوه. طبعا هي هنا جابتهم كلهم كاش، يبقى يتحطوا كلهم تحت الكاش. طيب الثانيه بقى، طبعا قبل ما انزل من الاولى اروح من الاولى، هل المعادله المحاسبيه موزونه؟ موزونه، الجنب بتاع الاصول زاد 10 والجنب الناحيه الثانيه بتاع الالتزامات زاد ايه اللي هو تحت الرأس المال زاد 10. الثاني راحت اشترت اكويبمنت ب 5,000 كاش، راحت اشترت اكويبمنت، خدت فتحت الدرج خدت 5,000 ودفعتهم وجابت اكويبمنت. طب لما دفعت جابت اكويبمنت، لما دفعت ثمنها يبقى الكاش زاد ولا قل؟ قل، هيقل، يبقى تحت الكاش كتبت ان هو ناقص 5,000. طيب جابت بيهم ايه؟ ال 5,000 جنيه دول او ال 5,000 دولار دول جابت بيهم اكويبمنت، هل الاكويبمنت بقى تتسجل تحت المصروفات، يعني مع المصروفات مع الكابيتال، تحت الكابيتال، يعني حطها تحت الكابيتال مصروف، ما احنا قلنا شايف المصروف الاكسبنسز اهي، الاكسبنسز بتعمل ايه في الكابيتال؟ بتنقصه. هل اسجل بقى اللي هي جابته ده، اللي هي جابته ده اسجله الاكويبمنت اسجلها مصروف؟ لا. ليه؟ لان الاكويبمنت تعتبر اصل وليس مصروف، المصروف هو اللي انت بتدفعه او بيروح عليك نتيجه مثلا خدمه انت خدتها او منفعه حصلت عليها، ايجار دفعت، مش عارفه تامين انشورنس دفعت، مثلا مصروف اعلان. لكن الاكويبمنت ده اصل، انا هحط الاكويبمنت تحت الاصول، يعني الكاش قل لكن الاكويبمنت زادت والاثنين اصول، ففي اصل قل واصل زاد نتيجة اللي هي عملته ده. طب ليه اعتبرت ان الاكويبمنت اصل مش مصروف؟ هقول لك، لان الاكويبمنت دي ينطبق عليها التعريف اللي انا قلته لك بتاع الاسيت، ان الاكويبمنت دي هو اصل يمتلكه النشاط، حاجة فيزيكال، حاجة قدامك ملموسة، اصل تمتلكه، انت ممكن تبيعه، حاجة تمتلكها. لكن انت لو انت حطيتها مصروف، هل انت بتبيع المصروف؟ يعني انا لما ادفع مرتبات للموظفين، هل انا هبيع مرتبات الموظفين دي؟ يعني امتلكتها عشان ابيعها، ده مصروف مقابل خدمة أنا خدتها. أما الأصل هو اللي أنت اشتريته وباين موجود عندك تمتلكه في حوزتك وممكن يباع. طيب العملية دي هنا أثرت في المعادلة المحاسبية على إيه؟ على حاجتين، والحاجتين أسد، أو على حسابين، والحسابين يعتبروا أسد. فالجنب بتاع الأسد، الجنب بتاع الأسد في أسد في قل اللي هو الكاش، وأسد تاني زاد اللي هو الإكويبمنت. طيب ليه الجزء التاني ما تأثرش؟ اللايبيلتيز ما تأثرتش؟ لأن أنا ما استلفتش حاجة من حد. عارف أنت بقى لو هي كانت اشترت الإكويبمنت دي على الحساب كان إيه اللي هيحصل؟ ها؟ كنت هسجلها هنا إزاي؟ كان الإكويبمنت هتزيد وتحت اللايبيلتي هنا هتزيد 5,000. خد بالك؟ طيب. دي التانية. طب هنا 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 هي اشترتها كده. يبقى الجنب بتاع الأسيد زاد وقل بنفس المقدار.
يبقى المعادلة المحاسبية ما زالت في حالة إيه؟ توازن، بالانس، زي الميزان. طيب العملية الثالثة، راحت دفعت إيجار 400 كاش، إيجار إيجار الشهر، إيجار الشهر، وحسترس هنا على إيجار الشهر اللي هي انتفعت بيه، يعني هي قعدت الشهر دفعته. طيب قعدت الشهر ودفعته، أولا دفعته، يبقى دفعته ده دفعت إيه؟ كاش، صح؟ يبقى الكاش هيقل كام؟ 400. طيب ال 400 دول اللي دفعتهم إيجار دول يعتبروا مصروف. طب والمصروف هيعمل ايه في الكابيتال؟ هيقلله. بالك، خلي بالك، انا حط الاشاره هنا، حط الاشاره هنا تحت الكابيتال بالماينس، مش عشان المصروف بيقل، انا عارفه ان المصروفات دلوقتي بيجرى لها ايه، عماله تزيد اهي، بتدفع اهي مصاريف، اهي مصاريف مصاريف مصاريف. طب انا حطيت الاشاره بالسالب ليه؟ مش بلس، انا ما اقصدش بالماينس هنا ان المصاريف بتقل، لا، انا عارفه ان المصاريف عماله تزيد كمان، انا قصدي بالماينس ان المصاريف بتنقص الكابيتال، والايراد بيعمل ايه في الكابيتال؟ بيزوده، واخد بالك؟ الويزدروينج بيعمل ايه؟ بينقص الكابيتال. فانا حاطه الاشاره هنا عشان ده بيماينس الكابيتال. طيب هنا هي دفعت ايجار الشهر، طبعا اولا هنا المعادله المحاسبيه موزونه برضو، ان جانب الاصول جانب الاسيت قل اللي هو الكاش قل ب 400، والجنب الثاني الكابيتال قل ب 400 برضو، فالدنيا بالانس الجنبين بالماينس. طيب ليه بقى انا قلت لك، بص بقى في البيزنس ايه اللي بيحصل، ليه انا قلت لك هنا ايجار الشهر، ايجار الشهر شهر اكسبنس، ايجار الشهر اكسبنس. طب افرض هي سيادتها دفعت المبلغ ده إيجار لمدة 5 شهور قدام، يعني دفعت إيجار مؤدب، يعني هي كده 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 هي خدت خدمة، يعني خدت خدمة الإيجار ولا لسه ما خدتهاش؟ هي لسه ما سكنتش. شهر واحد. يبقى مين سبق مين؟ الكاش، إنها دفعت كاش سبق إنها تاخد الخدمة، هي دفعة مؤدب، دفعة بالزيادة، دفعة لمدة سنة قدام إيجار. هنا في الحالة دي مش هسجل اللي هي دفعته بتاع الإيجار ده، هسجله إكسبنس، لا، أنا هسجله لا هسجله ايه بقى؟ هقول لك، اولا الكاش هيقل، الكاش هيقل لانها دفعت فالكاش هيقل، دفعته خلاص، هسجله بقى اكسبنس، هسجله بري بيد رنت. ايه بري بيد رنت ده؟ البري بيد رنت ده اللي هو ايجار مقدم. طب الايجار المقدم ده في حكم المحاسبه ده يعتبر ايه؟ قال لك الايجار المقدم ده اولا هي دفعه بزياده، دفعه لحاجه لسه ما خدتش بيها خدمه، مش ممكن تصبح لا مش ممكن تصبح تاني يوم الصبح هي تقول انا صرفت نظر عن انا عايزه فلوسي، تاخد فلوسها اللي هي اديته الفلوس ده، هيديها لها، هيرجعها لها، هيعمل لها ريفاند. ليه؟ لانها لسه ما استفادتش بالخدمه. طيب ده يتسجل ايه بقى؟ ده يتسجل اسيت. لما تكون دفع حاجه مقدم ده يعتبر للنشاط حاجه، ده يعتبر ممتلك للنشاط، ده يعتبر حاجه النشاط ليه مش عليه، له لا وليس عليه. كل ما للبزنس هو أسد، كل ما على البزنس هو لايبيليتي وإيكوتي، زي ما قلنا إن ده اللي للبزنس وده الالتزامات اللي على البزنس اللي هي اللايبيليتي والإيكوتي. طيب لو أنت دفع حاجة مقدم، المقدم اللي أنت دفعه ده يعتبر أسد، يبقى الكاش هيقل، وحنضيف بند هنا هنسميه بري بيد رنت. طيب مع كل شهر بيعدي، مع كل شهر بيعدي هيفضل المقدم ده زي ما هو؟ لا، ما هو المقدم ده بيكسباير، بيروح عليك شهر ورا شهر، شهر ورا شهر، المقدم ده بيروح عليك. اللي بيروح عليك الجزء اللي بيروح عليك خلاص، لان انت سكنت بيه او قعدت بيه، خدت الخدمه بيه، بيتحول لاكسبنس. طيب يبقى ايه الملخص الكلام؟ ان انا لو انا دافع ايجار الشهر مش دافع حاجه بزياده، هو اكسبنس، زي الحاله اللي قدامنا دي، هي دافع ايجار الشهر مي، إيجار الشهر بتاع مية. طيب لو هي دفعة بزيادة، يعني دفعة مقدم، ده يعتبر أسد. مع مرور الوقت الأسد هيتحول لإكسبنس، المقدم لما يكسباير شهر بشهر الجزء اللي بيكسباير بيروح إكسبنس. طيب الحالة الثالثة بقى في المصاريف، افرض بقى العكس، بدل ما هي بقى معهاش فلوس بقى تدفع بزياده لسنه قدام، الاخت بقى راحت ايه، جاء ميعاد الايجار معهاش تدفع، يعني جه هنا قال لك ايه، ما قالتش بقى بيد 400 كاش فور مي، جاء لا ايجار شهر مايو ده هي معهاش تدفع، قعدت وسكنت ومعهاش تدفعه. الحاله الثالثه بقى اللي هي العكس،
عكس انها دفع مؤجل تدفع. هنا بقى هيتسجل اكسبنس، هيتسجل تحت المصروفات وهنعتبره liability، يبقى هيتسجل مصروف الليابيليتي هتزيد والمصروف هيبقى بالماينس، مش عشان المصروف بيقل، عشان المصروف بيعمل ايه في الكابيتال؟ بيقل بس كده. يبقى ثلاث حالات في المصروف، ثلاث حالات ممكن يحصلوا في المصروف ما لهمش رابع في اي نشاط. يا اما ان انت بتدفع بتاخد الخدمه وتدفعها شهر بشهره، يا اما ان انت بتدفع الفلوس مقدما قبل ما تاخد الخدمه، يا اما ان انت بتاخد الخدمه وما بتدفعش الفلوس، ما عليك ما متاخر ما معكش تدفع. دي غير دي غير دي، التلات دول غير بعض، دول غير بعض، واخد بالك؟ طيب انا هنا في الحاله دي بتاعتي بس، انا هنا دفعت الايجار بتاع الشهر، خلاص الكاش هيقل ومصروف تحت الكابيتال اكسبنس. طيب اللي بعده جالها من الزباين، عملت لهم شوية ريبير سيرفيس وجالها من الكاستمر 5100 وخدتهم، خدت 5100 من الكاستمر، يعني اشتغلت وخدت الفلوس. نسجلها فين؟ خدت الفلوس، الكاش هيزيد، الكاش هيزيد، وده هيبقى ايه؟ ريفينيو. الكاش هيزيد وريفينيو. طب الريفينيو بيعمل ايه في الكابيتال؟ بيزود الكابيتال، عشان كده عملها بلس، يبقى خدت الفلوس وكابيتال. طيب اسمح لي بقى يعني امتعك بقى بالعكس اللي احنا قلناه من شويه في الاكسبنس. دلوقتي الايرادات بيحصل فيها ثلاث حالات برضو، ما يحصل ما لهمش رابع. ممكن الايراد زي الحاله اللي قدامنا دلوقتي اللي حصلت، ان انا قدمت الخدمه وخدت فلوسي، قدمت الخدمه متزامنه مع ان انا قبضت الفلوس. طيب ده بنسميه خلاص، يبقى انا قبضت الفلوس اهو، وادي الكابيتال الريفينيو. طب افرض ان انا قدمت الخدمه وما خدتش فلوسي من الكاستمر، يبقى انا يبقى ده للبزنس ولا على البزنس؟ يعني البزنس كده ليه ولا عليه؟ ليه برضه، يبقى لازال ليه، يبقى ليه طبعا. بس انا مش هينفع اسجلها تحت الكاش لان انا ما خدتش كاش، يعني انا قدمت الخدمه ب 500 يبقى ده ريفينيو خلاص، ده تسجل بس انا ما خدتهوش كاش، فانا مش هينفع احطه هنا تحت الكاش. شايف البند ده اللي اسمه الحساب اللي اسمه account receivable؟ ايه الaccount receivable ده؟ الaccount receivable ده عكس الaccount payable، عكس ده. يبقى الaccount receivable ده عكس الaccount payable ده. اي بزنس في الدنيا بيبقى في فلوس ليه وفي فلوس عليه. لو انا ليا فلوس ليا، لو البزنس ليه فلوس ليه، بنحطها حسابات account receivable. ايه هو الاكاونت ريسيفابل؟ فلوس انا اي جوينج تو ريسيف ان ذا فيوتشر، عشان كده مسمينها ريسيفابل، يعني انا هريسيف، انا في المستقبل الحسابات دي هقبضها. اللي بيسموها بالعربي مدينون، او بيسموها حسابات عملاء، او بيسموها اوراق قبض. انا هقبضها الفلوس دي ان شاء الله، انا ما قبضتهاش دلوقتي من الكاستمر بس انا هقبضها، فدي تعتبر اسيت، اللي هي حسابات العملاء او بيسموها اوراق القبض او بيسموها المدينون. طيب عكسها في النشاط الاكاونت بيبل. ايه الاكاونت بيبل ده؟ فلوس على النشاط، على هيدفعها في المستقبل، هيعمل لها بيبل في المستقبل لو احنا حاجه ما دفعناهاش. طيب يبقى احنا قلنا الريفينيو اول حاله فيه ايه؟ ان انا زي الحاله اللي قدامك دي، احنا عملنا الخدمه وخدنا فلوسها. طب لو عملنا الخدمه وما خدناش فلوسها، هيتسجل برضو ريفينيو بس تحت الاكاونت ايه؟ ال 500 هيتسجلوا ايه؟ تحت الاكاونت ريسيفر. طيب الحاله الثالثه والاخيره، افرض ان انا ما عملتش الخدمه للكاستمر اصلا و خدت منه الفلوس مقدما، يعني هو عمل لي بري بيمنت، عمل لي داون بيمنت، دفع لي تحت الحساب، انا ما قدمتلوش الخدمه لسه، ما لسه هو ده هو بيحجزني بس، ده هو يعني انا قبضت منه مقدما. في الحاله دي يحصل ايه بقى؟ في الحاله دي يحصل ان ده ما يعتبرش، طبعا انا قبضت منه مقدما يبقى احطها تحت الايه، لان انا اكيد قبضت كاش، يبقى الكاش زيت. بس انا مش هينفع اسجلها ريفينيو، ليه مش هينفع اسجلها ريفينيو؟ لان انا لسه ما قدمتش الخدمه. الفلوس اللي انا واخدها منه مقدما دي تبقى عارف ايه؟ ديبت. طب عندي ايه؟ liabilities.
وعندي التزام. ليه التزام؟ لان ده دين عندي، دين عليا، دين عليا، التزام عليا. فالفلوس اللي انا واخدها دي تعتبر التزام، لان هو ممكن يصبح تاني يوم الصبح يقول لي انا مش عايز الخدمه خلاص، انا صرفت نظر، انا عايز فلوس، فانا هرجعها له، هرجع له الفلوس. في الحاله دي ده يعتبر لايبيلتي. يبقى انا هسجل لو انا خدت فلوس من كاستمر مقدما هسجلها تحت الكاش، بس هكتبها لايبيلتي، مش هكتبها ريفينيو، هكتبها تحت اللايبيلتي، هكتبها تحت اللايبيلتي. طيب سجلها بقى ايه تحت اللايبيلتي؟ هسميها ايه تحت اللايبيلتي؟ هسميها تحت اللايبيلتي هنا هسميها ان ايرند، هسميها ان ايرند ريفينيو. يعني ايه ان ايرند ريفينيو؟ يعني ايراد غير مكتسب. فالايراد الغير مكتسب ده مش ايراد، ما بيتحطش تحت الايراد، ما بيتحطش مع الايرادات. امال ده بيتحط فين؟ ده بيتحط تحت اللايبيلتيز. طيب افرض بعد شويه انا بعد ما انا سجلت لايبيلتي عندي، بعد شويه عملت الخدمه، قدمت له الشغل، عملت له الشغلانه اللي هو كان طالبها، هنا في الحاله دي هيتشال من تحت الايه؟ ها، تحت اللايبيلتيز يبقى ويتحول ايه؟ ويتحول ريفينيو. طيب لو انا قدمت له جزء من الخدمه مش كلها، على قد الجزء اللي انا قدمته هيتشال من اللايبيلتي ويتحول ريفينيو. ده اللي بنسميه التسويات، الادجستنج بعد كده، التسويات الجرديه. يعني انا كده. طيب الخص لك بقى ده تاني. يبقى انا في المصاريف الاكسبنسز عندي ثلاث حاجات، في الريفينيو عندي ثلاث حاجات، احداث يعني ممكن يحصلوا في الحاجتين دول. اسمعهم كده بهدوء. في الاكسبنس، في الاكسبنس ممكن ان انا اخد الخدمه، يعني مثلا الايجار، انا قعدت في المكان، قعدت في اخد الخدمه وادفع فلوس، دي الحاله الاولانيه. ممكن الحاله الثانيه اريسيف اريسيف السيرفيس، يعني انا اخد السيرفيس او البنفيت وادفع فلوس. الحاله الثالثه ممكن انا ادفع الفلوس قبل ما اخد السيرفيس. طيب دول غير بعض. في الإيراد اللي حصل قدامنا في السلايد دي، في الإيرادات عندي في الإيرادات ثلاث حاجات، يا إما إن أنا أقدم السيرفيس للكاستمر واخد الفلوس زي في الحالة دي، أو أقدم السيرفيس للكاستمر وما أخدش الفلوس، أو ما أخد الفلوس قبل ما أقدم له الخدمة، والثلاثة دول مختلفين. هنا ننهي بقى دي، أنا قدمت الخدمة وخدت الفلوس، يبقى الكاش زاد وريفينيو، ريفينيو يزود الكابيتال، ريفينيو يزود الكابيتال، بس كده. طيب الاونر مد ايده سحب 1000 كاش من البيزنس فور بيرسونال يوز، طب سحب كاش، سحب كاش، يبقى الكاش هيقل، يبقى في نمره 5 الكاش هيقل 1000 اللي هو سحبهم، اسجلهم ايه؟ اللي سحبه ده ياثر على ايه في المعادله؟ خلاص هو اثر على الاسيت ان هو قلل الكاش عشان هو سحب كاش. طيب ياثر على اللايبيلتي في حاجه؟ لا، ماله مال اللايبيلتيز. أمال هيأثر على الكابيتال اللي هو الأونر إيكوتي، هيأثر عليه في إيه؟ إن هو هينقصه، يعني هيقلل الكابيتال، فهيبقى هنسجلها هنا دروينج، هينقص الكابيتال بألف، هينقص الكابيتال بألف، يبقى المعادلة المحاسبية مظبوطة، فيها جنبين الأسيت نقصت بألف والكابيتال نقص بألف اللي هو الدروينج يعني. طيب اللي بعد كده جالنا الموظف بقى اللي اشتغل عندنا، دفعنا بارت تايم امبلوي، بارت تايم بقى فول تايم مش ما بتفرقش بقى، دفعنا مرتبات 2000، دفعنا يبقى فلوس، يبقى الكاش هيقل 2000. اسجل ال 2000 اللي دفعناهم دول ايه؟ هل احنا اشترينا بيهم اسيت؟ لا. هل احنا دفعناهم من الالتزامات اللي علينا؟ لا، دي مصروفات، دي اكسبنسز، والاكسبنس بتضيف الكابيتال، بينقص الكابيتال، يعني بينقص الكابيتال، عشان كده بحط هنا الاشاره بالماينس. يبقى الجنب ده ناقص 2000 والجنب ده ناقص ايه؟ ناقص 2000 اللي هو الكابيتال يعني. خلاص